ياسمين جويلي نجمة المنتخب المصري للكاراتيه، مليار مبروك طبعا التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 50. شايف المنافسات كانت عاملة ازاي في البطولة خلال اليومين اللي فاتوا، وتصدر منتخب مصر للكاراتيه نتائج دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن؟ والله دورة الألعاب بالنسبة عامة لأي لعبة، دورة الألعاب بتبقى مهمة جدا وبيبقى المنافسات فيها قوية جدا، كل الدول حريصة إنها تحقق نتائج كويسة فيها، والحمد لله يعني الكاراتيه المصري عامل نتائج كويسة جدا وتصدر التصنيف العالمي، التصنيف النهائي للبطولة يعني الترتيب العام. تمام، بالنسبه لي التصنيف الدولي وتربع لاعبينا ولاعبين المنتخبات المصريه وكل الاوزان يعتبر في صداره التصنيف الدولي، شايفين ده ازاي؟ يعني المجهود اللي انتوا بتعملوه لحد ما توصلوا الى قمه التصنيف الدولي. طبعا ده مجهود كبير جدا، مش مجهود لاعب واحد، مجهود منظومه كامله. الاتحاد المصري للكاراتيه بيتعب معانا جدا، بيتعب معانا مسابقات كتير في المركز الاولمبي، والكباتن بتتعب معانا، واحنا كلاعيبه بنجتهد وبنتعب وبيأمرنا معانا اكيد. فكل ده مش موجود اللاعب لوحده يعني. تمام، ايه اصعب مباراه كانت ليكي في دوره الالعاب البحمطيه؟ والله بالنسبه لي الفاينل طبعا كان بالنسبه لي مهم، يعني كان يعني بالنسبه لي ان انا اجيب ذهب في البطوله دي كان مهم جدا، خصوصا ان انا اول ايفنت العبه بعد غياب تقريبا اكتر من سنه علشان طبعا الاصابات وكده، بس الحمد لله يعني ربنا اكرمني بذهب الحمد لله. شكرا.